كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. كما كتشوفوا اليوم جينا باش ننزلوا بيانات باش نسلبقوا مخرجات البيان الوطني رقم 9 اللي دعا الى رفع وتيره الاحتجاج اللي دعا الى اضراب مفتوح. مع الاسف نعتذر بالمناسبه للمريض. هذا وحالنا وهكذا الحكومه تريد. مع الاسف اضراب مفتوح يعني ان جميع الخدمات الصحيه غادي توقف في جميع المراكز الصحيه من تلقيح اعطاء الادويه بيان سور. اي حاجه غير مستعجله. حنا كنقابات مواطنه في التنسيق الوطني حنا نقابات مواطنه بيان سور كيهمنا صالح المواطن. ما يمكنش اننا نوقفوا الخدمات المستعجله وحياه المرضى في خطر. ولكن مع الاسف هكذا تريد الحكومه. يضرب مفتوح ما عمره كان في الميدان الصحي. دفعتنا ليه الحكومه واجت الوضع داخل القطاع الحيوي. اجته بسبب اننا كنا عندنا واحد الاتفاق معاه في 29 ديسمبر 2023 واتفاق موقع بين نقابات الممتله 8 ووزير الصحه بحضور واحد لجنه من الحكومه من الامانه العامه الحكومه ووزاره الماليه. هاد الاتفاق كانوا فيه 27 نقطه 27 نقطه نقدروا نقولوا المينيموم. بعد نقول لك 3 ايام ديال المحاورات والمشادات بين اللجنه الحكوميه والنقابات الممتله باش خرجنا اقل الحقوق اللي طالبوا بها الاطر الصحيه الجامعه كافه. ولكن كنتفاجئ ان السيد رئيس الحكومه تضرب عرض الحائط هذاك الاتفاق تيقول لك هو لا يلزمه. هذا ما ادى الى تاجيج الوضع. ادى بنا اننا غادي درنا واحد المسيره في الرباط هذه واحد دوجو يوم الاربعاء اللي تفاجئنا بصراحه الله بداك لا رياكسيون ديال الدوله. ما كناش متوقعين صراحه الله. حنا بيسكو حنا نقابات اللي هي مؤسسه دستوريه اللي الدستوريه كفل لها حق في الاحتجاج والتظاهر السلمي واللي كانت وقفه صراحه الله ناجحه بكل المقاييس. كانت سلميه 100% كانت حضاريه 100%. ولكن مع الاسف فاجئنا بداك التدخل اللي وقع لنا في الرباط. وهذا لن يزيدنا الا اصرار. هذا لن يزيدنا الا اصرار ولا حياده على الاتفاق الا التنزيل ب 27 نقطه كامله. كما عرفتوا راه مؤخرا هادي والبارح جو بونس البارح راه كان اجتماع بين نقابه الممتله 8 7 ورئيس وزير الصحه بتكليف من رئيس الحكومه اللي اتفقوا على ذاك الاتفاق انه غادي يكونوا بعض كان موافقه من الحكومه في بعض النقاط. ولكن بعض النقاط بقى لا زالت خلافيه. ولكن نقول للسيد رئيس الحكومه ان لا تنازل على الاتفاق ب 27 نقطه ديالو. لا تنازل حيت هذاك الاتفاق راه المينيموم زعما راه اقل 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 حاجه زعما غادي نطالبوا به هو هذاك الاتفاق. 27 نقطه خاصها تتحط. حياه المرضى في خطر. السيد رئيس الحكومه نوجه لكم هذا النداء. الناس راه كتعاني. الناس راه ماشي كلشي ساكن في البلايص اللي عندها لاكسيسيبيليتي للسوان ولاكسيسيبيليتي للخدمات الصحيه. راه الناس كاينين في الجبال كاينين في سميتو راه لن يجد الا ذلك الممرض في 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 في, في المستوصف الصحي. لن يجد الا ذاك الطبيب في في في, 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 في المستوصف الصحي. لن يجد الا ذاك الاطار التقني اللي غادي يكون في المستوصف الصحي اللي غادي يعاونه وغادي يقدم ليه الخدمات الصحيه. راه الناس راه ما وصلتش لهم الخدمات الصحيه. نعتذر للمواطنين مره ثانيه لاننا لم نجد حلا غير الاحتجاج. لم يدفعنا السيد رئيس الحكومه الا للاحتجاج. حنا راه هذا الاضراب المفتوح راه ما كرهناش ما يكونش ولكن لا اله الا الله دفعونا له. وما علينا الا اننا نطبقوا البيان رقم 9 بكل حذافيره. وكما ترون حنا سجلنا واحد الوقفه اقليميه تنجيدا للوقائع القمعيه والهمجيه ديال يوم الاربعاء وتنزيلا للبيان رقم 9 الذي لا زال ساريا المفعول. رغم الاجتماع الذي قام به السيد الوزير مع نقابة الممتلئ.